السنوية لحادث كرداسة الأليم بيقيم نادي الترسانة حفلا لتأبين الراحل الشهيد عامر عبد المقصود نجم نادي الترسانة والمنتخب الوطني الأسبق. لقاءات وتفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. الكابتن عامر كان أحد نجوم نادي الترسانة، ما فيش كلام يعني، كان كابتن الفرقة، كان معاه الجيل الذهبي محمد كمال ومحمد فؤاد ومحمد رمضان، وكان يمتاز بالخلق، بالتواضع، بحل مشاكل اللعيبة بينهم وبين الأجهزة الفنية. لكن بنقول الله يرحمك يا عامر، كنت لعيب كويس، كنت كابتن النادي، ودافعت عن الوطن، مت في عملك، وده حاجة تحسب لك إن شاء الله، يكون مصيرك الجنة بإذن الله. وأنا فرحان جدا وجاي وأنا سعيد عشان خاطر أقف مع زمايلي القدامى في الترسانة، وعشان خاطر أشكر نادي الترسانة على التأبين دوت. وأتمنى من كل الأندية وخاصة نادي الزمالك، برضو احنا عندنا ناس كتيرة في الشرطة، وإنه يفتكروا أولادهم بإذن الله. أنا بقول لعامر الله يرحمه يا رب يكون في الجنة إن شاء الله، لأنه شهيد فعلا ويستاهل، وربنا يعني يصبر أولاده، يعني لأن أولاده صغيرين ومش عارف أقول إيه عليه بصراحة، يعني كإنسان وكحبوب وكان مؤدب جدا، وعمره ما زعل حد من النادي ولا زمايله، وعمره ما قال لحد رفع عينيه كده ليه مهما كان. دي حاجة بسيطة جدا، يعني المفروض إحنا نادي الترسانة ممكن يكون اتأخر، بس إحنا مجلس جديد قررنا شوية حاجات اللي احنا نعملها له في المجلس الجديد، كان أقرب ميعاد لينا الذكرى السنوية بتاعته، دي حاجة. الحاجة التانية كان الميعاد التاني اللي احنا حددنا هنسمي الملعب الفرعي لكرة القدم اللي هو دخل تطوير باسمه. طبعا مهما اللي احنا نعمل مش هقدر نديله حقه، لأنه يستاهل أكتر من كده كتير كتير. نيابة عن السيد الوزير وجميع قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة، نتوجه لأسرة الشهيد بخالص العزاء، وبنحتسب عند الله شهيد للشرطة اللي تقدم كل يوم للبلد والوطن العديد من الشهداء ومن المصابين، سواء من الضباط أو الأفراد أو المجندين، حفاظا على أمن الوطن والاستقرار. في الحقيقة النادي كان بداء بان هو يكون عنده المبادره السريعه جدا في الوسط الرياضي، لان ده اللاعب كان جزء كبير من المنتخب القومي وجزء كبير من الرياضه المصريه، ان هو يحتفل بهذه الذكرى، لان احتفال بهذه الذكرى هي ذكرى شهاده، فعشان كده بقول بيحتفل بهذه الذكرى. سياده العميد الله يرحمه كان مثال للادب، مثال للاحترام، ما فيش هنا فرد في الترسانة ما كانش بيحبه بصراحة، احنا افتقدناه، ونحتسبه بإذن الله عند الله شهيد بإذن الله، وفعلا من الشهداء. لابد طبعا ان احنا نقف الوقفة دي كلها علشان ابن من ابناء الترسانة اعطى النادي الترسانة كثير واعطى للشرطة كثير، فلابد ان احنا نقف ونعمل هذا التأبين ليه ونحيي ذكراه، لان الذكرى دي اتأثرت في جميع المصريين. ده يوم احنا بنسميه دموع على الثوب الازرق، ده شهيد رياضة وشهيد داخلية، يعني لازم يبقى كلنا شركاء، لأن ده لاعب بدأ وهو عنده 10 سنوات في النادي وحصل على كأس مصر، فده عنوان طيب للشباب كلاعب رياضي، وعنوان طيب للشرطة كراجل ضحى بحياته من أجل الوطن. أحب أعرف الجميع وأديكم نبذة عن حياته، ليا الشرف والدي الشهيد اللي افتخر بإنجازاته، فعز ايده كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته عرض حياته ألف مرة.